السلام عليكم، مرحبا بكم معنا متتبعين مجموعة الأعمال الصحفية هنا ببلدية المرسى بالتحديد بمدينة العيون. يسعدنا أن نستضيف معكم الأستاذة حتروبة المدرج. مرحبا بك أستاذة، أهلا وسهلا وشكرا لقبولك الدعوة ومرحبا بنا معكم هنا في مدينة العيون. بالمناسبة الأستاذة حتروبة المدرج هي رئيسة الفضاء المتعدد تخصصات للمرأة هنا بالمرسى والكاتبة الجهوية للنساء الاتحاديات. سنناقش مجموعة من المواضيع التي تتعلق بالأشغال التي يقوم بها الفضاء وكذا الأدوار التي تلعبها النساء الاتحاديات هنا بجنوب المغربي وخاصة بمدينة العيون. سادة، نحن معكم هنا بالفضاء المتعدد التخصصات، يعني حبذا لو تعطونا نبذة تعريفية حول الأدوار التي يقوم بها الفضاء بالنسبة لا سواء الاشخاص المسنون ولا الاشخاص في وضعيه اعاقه والمراه بصفه عامه. مرحبا، السلام عليكم، مرحبا بكم السهله وهلا، مرحبا بكم السهله في مدينتكم الثانيه واللي هي مدينه المرسى. شكرا. مرحبا بكم السهله، وصراحه انا هذا السؤال اللي طرحت عليا من اهم السؤالات اللي كنت انا متوقعت وعاكم اللي تطرحوه عليا، خصوصا خاص بالمراه. هذا المركز هنا أي شيء خاص بالمرأة كي مسؤول عليه، بالنسبة للخياطة، بالنسبة للفصالة، بالنسبة للموديليست، بالنسبة للطبخ، بالنسبة للحلاقة، بالنسبة للإعلاميات. الحمد لله هون كيتوفروا على كل شيء في هذا المركز. هذا المركز كاين مراكز 2 ولكن هذا المركز فريد من نوعه إن شاء الله، لأنه جا في السنتر في المدينة والناس كامله جاهم هذا الفضاء عنه مناسب لهم كاملين. ويعني ما شاء الله عندنا هنا نساء تخرجوا العام السنه الماضيه تبارك الله، تخرجت فئه كبيره، وهذه السنه ملي الحمد لله راعيهم عندنا ملي مجموعه كبيره. ويعني بدا المركز نفتح لهم في هذه البلاصه ولا في هذا المكان، يعني فاتح لهم ياسر من الافاق، ونتمناو لهم ان شاء الله يعود عندهم من هاد الدبلومات اللي يتخرجوا منها ولا من هاد المسائل اللي يعدلوا. نتمناو ان شاء الله عنهم يعدلوا مشاريع ديالهم خاصه اللي تقد تغنيهم على اي حد ان شاء الله. لا سواء بخصوص الاهداف اللي كيقوم بها المركز، واش هي متعلقه فقط بالنساء ولا بجميع الاشخاص اللي كيعانيوا من الهشاشه؟ لا، هي هذا المركز متعلق بالنساء، بجميع اللي يعاني من الهشاشة، خصوصا النساء. عندنا نساء المصانع، عندنا الأمهات العازبات، وعندنا النساء في وضعية صعبة. يعني المركز خاص بهم كامل. أستاذة حتروبة، بخصوص الأهداف والأشغال اللي كتقوموا بها في منظمة نساء الاتحاديات، يعني بغينا نعرفوا كيفاش كتجي قضية الصحراء المغربية في صلب الاهتمام ديالكم، وشنو هما التطلعات اللي تقوموا بها في خدمة هذا الهدف؟ صراحة هي كاع بالنسبة للصحراء المغربية رغم عن كل حال عنها مغربية، هذا أول شيء. وثاني شيء عن احنا نشتغلوا على روح الوطنية، نبغوا نلحقوها، نبغوا نقروها، نبغوا ندرسوها، نبغوا نعلموها لأي حد بطريقة الوطنية وروح الوطنية، لأن ياسر من الناس راهو وطني ولكن النشيد الوطني كاع أهم حاجة هو النشيد الوطني ما عنده. يا غير منين نعودو نحنا كأطر، لأني أنا أصلا دبلوم إطار تربوي لوزارة الشباب ودايما أطروا في هذا المجال. يعني أي شيء خاص بالصحراء المغربية ولا خاص الوطنية ديالنا ولا شي كنحاولو نوصلوه بواحد الطريقة اللي هي قد يوصل لهذاك الشخص بكل فرح ويستقبلها بكل فرح. اللي لاحظنا ان مؤخرا الاقاليم الجنوبيه كتشهد واحد الانتقال التنموي كبير، يعني في السيده رشيده صاحب الجلاله الله ينصرو. يعني كيفاش كتشوفوا في منظمه النساء الاتحاديه هذا التنميه اللي كتشهدها اقاليمنا الجنوبيه؟ صراحه في ظل السياده الملكيه لصاحب الجلاله، صراحه المناطق الجنوبيه ما شاء الله عليها، يعني دائما في تقدم، في ازدهار دائما ما شاء الله، كاين الجديد، ونتمناو ان شاء الله التوفيق ونتمناو له طول العمر. كنتوا تحدثتم في واحد الحوار ديالكم مع احد المنابر الوطنيه سابقا ان منظمه النساء الاتحاديات كتساهم في اغناء التراث الثقافي والفني للمنطقه الصحراويه، يعني بغينا الراي العام الوطني يعرف كيفاش كتساهم منظمه النساء الاتحاديات في اغناء هذا التراث الثقافي والفني. كتساهم هذا المنظمه النسائيه في اغناء هذا التراث بتبادل الثقافات والتعريف المنظومه السياسيه اللي هي في الجنوب، اللي تعني التراث الصحراوي وتعني المنابر الكبار اللي قد يلحق لهم التراث الصحراوي والمسائل اللي قد يوصل لها بجميع المجالات. هذا هو الحمد لله اللي دارك نحن. أستاذة حتروبة، بخصوص تفعيل الوثائق القانونية للنساء العازبات والأطفال المتخلى عنهم، يعني بغيناك تحدثي لنا على هذا الموضوع بشكل أكبر. صراحة والله نجبروا فيها مشاكل كبيرة، خصوصا في بالنسبة للتسجيلات الأم الابن ديالها، وبالنسبة حتى لأي مؤسسة سجلنا فيها أي طفل ولا طفلة بداية السنة، احنا ما عندنا مشكلة كنسجلوهم، ولكن إلا اضطرت الأم تنتقل ولا اضطرت تمشي لشي مدينة كتلقى مشكل كبير، يطالبوها بالأب ويطالبوها بالوثائق اللي هي في غنى عنها، ما ليت قد قاعد تجمعها ولا قد قعدت نهار مثلا جلست نهار من الشركة اللي هي خدامة فيه باش تمشي تعدل وثائقها لولدها، تقدر نهار يصبروا عليها النهار الثاني تلفصها ما تجي. يعني ما حاولتوش انتم تطرقوا الابواب ديال المسؤولين؟ طرقنا الابواب المسؤولين، وصراحه كاين حلول، ولكن الحلول ترقيعيه ما هي جذريه، ما خالقش داك هو جذري. ننتظروا ان شاء الله الجديد من هاي المنظومه التاليه اللي ان شاء الله نتمناو عنها تطبق على ارض الواقع، خصوصا في هذا المجال ديال اللي خاص بالامهات العازبات. بخصوص الاعمال اللي كتقوموا هنا بها في المركز ديالكم اللي هو مساعده المسنين والاطفال في وضعيه صعبه وكذا النساء والاشخاص في وضعيه اعاقه، يعني واش كتلقاو شي دعم من طرف الدوله؟ صراحه هو الدعم اللي خارج من الوزاره للايواء، عاطيه الدوله عاطيه دعم للايواء للمراه المعنفه ولا المراه متخلى عنها بصفه عامه، هو الدعم خاص بهذا عطيته الوزاره، ولكن كل ما يخص وكيلها مثلا السكن تهون اي مسلول الجميل اللي قلت لك في ذا كامل، عن اي ام ولا اي امراه عندها مشكل مع زوجها ولا شيء كان حنا ندخلوا، واخا تسكن عندنا هون واحد المده لين يحكم لها الوكيل، ولكن حنا كنحاولوا ندخلوا بان هي هون جايه مثلا جايه لحضن العائله ديالها، لانها الا كانت عند جارتها ولا كانت عند دارها ولا شيء يمكن تتعرض للعنف اكثر، ولكن منين تعود عندنا هون في الايواء حاسه بالامان، لا هي لا الابناء ديالها. عندنا حضانه الا كانوا الابناء صغار، عندنا اعلاميات، والجميل في ذا كامل انا هي كتعلم، إلا بغات تدخل الخياطة، بغات تدخل الحلاقة، بغات تدخل كل شيء وتشتغل بيدها، أي مسألة طيبها بيدها، يعني كل شيء كتعطيه الوزارة، الأكل ديالها، الشرب ديالها، كل شيء نحن المسؤولين عنه، وهي اللي كدير أي مسألة باغيتها لا لراسها ولا لولادها كديرها هي، كتجهزها بيدها. يعني هو مركز الإيواء وإعادة الإدماج في نفس الوقت. في نفس الوقت. يعني كما قلتوا لا الدعم من طرف المحسنين، يعني ما خالقش. المحسنين بعد الحالات إذا كانت مضطرين أن نصلحوا هذيك الحالة ولا لأن كيجونا من مرات وحدين نساء لا من الشارع يلقاو عندهم حالة ولادة صغار ويلقاو كنضطروا نتصلوا بعض المحسنين وخصوصا كاع المحسن اللي عندنا اساسي هون، اللي قبل ما يعود رئيس المجلس البلدي مدير النكجير واللي هو بدر المساوي، هو ما شاء الله عليه المسؤول في جميع. الا كان حد مريض انا اللي كنتكلف، كان نرسلوا للمركز الدولي اللي في مراكش لعمليات لاي شيء، هو المسؤول عليها، الله يجازيه الكفيل على كل حال. يعني سابق ما يعود رئيس مجلس البلدي كم من سنين، من 2003 هو يشتغل معنا في هذا المجال، ان شاء الله والله يوفقه ويكمل في المسيره اللي هو فيها. استاذ حتروبة، بخصوص المشاريع المستقبليه للفضاء المتعدد التخصصات، يعني اللي كيشوفها مستقبلا غادي يحاول يتطرق لها، شنو هما؟ ان شاء الله الايواء، ان شاء الله لحد الان سنين شراكه مع المجلس البلدي لتجهيز الايواء باش نضموا عندنا اطفال الامهات اللي في الشركات اللي ما عندهم حد منين يخلوه، اللي ينضموه عندنا ان شاء الله، واللي تعد الحضانه كبيره لين تسالوا لين ان شاء الله نمشيو نديروا جوله، اللي هي تعد الحضانه كبيره ان شاء الله، باش تستهدف لكل الاطفال، اللي لان كاين بعض الاطفال اللي كيكونوا عند حاضنات هما ماهم حاضنات، فاهم، هما تيماهم حاضنات قانونيه، يكون عندهم هذاك الطفل تقد الام ديالو تمشي، هي عندها مشاكل ولا عندها ظروف، تقد تمشي للداخل عند اهلها في العيد ولا شي، خطبها حد، لقات حد، ذاك الطفل نسى عند الحاضنه، فهمت، كيظل ذاك الطفل اما يقعد عند الحاضنه واحد المده، اما كترخيه، كيمشي ذاك الطفل ضايع، وحتى الحاضنه ما غاداش تقوم بالدور ديالها، لأنها ما مكوناش على حضانة الأطفال. أستاذة حتروبة، بصفتكم رئيسة النادي البلدي لكرة القدم النسوية هنا بمدينة العيون، يعني كيفاش كتشوفي كرة القدم النسوية هنا في المنطقة؟ صراحة كانت عندنا بالنسبة لحنا في الأقاليم الجنوبية، كانت الكرة كانت عندنا تشددات، وكانت عندنا ياسر من المسائل اللي ما يقدوا الطفلات، واخا عندك طفله تلعب وعندك، ولكن عيب على هذيك الطفله لابسه شورت ولا لابسه سروال ولا كاع قالعه على راسها ولا كذا، ولكن الحمد لله هذا الشيء اللي درك هذه المسائل الجديده كامله اللي عادت، وهذه التطلعات اللي عادت، وعدنا نشوفوا الفريق الوطني النسائي اللي هو ما شاء الله الحق بلاد بعيد، اللي عطى قوه وعزيمه، وخصوصا في هذه الاوان الاخيره بالنسبه لحنا البنات الصحراء، اللي خلاهم هذا السنه تسجل عندنا واحد العدد كبير ما شاء الله، خصوصا اللي تبعوا الماتش الاخير اللي عدلوا منات الرباط ولا منات، المهم المناطق الشماليه، صراحه كنا كنلقاو صعوبات كبيره باش عندنا نقبضوا طفله من عند اهلها وندوها ونكونوها ولا نعطروها ولا نعدلوا لها شي، ولا تلعب الكره ولا لعبت الكره مشكله، ولا يعني مشاكل كبيره، ومن الشارع ومن يعني دائما مشاكل، ولكن الحمد لله برك يا ربي رانا حامدينك، يعني ولا تفاهم ولا تفاعل، ولا حتى بالنسبه للعائلات حتى هما عندهم رغبه، خصوصا ملي نشوف اب ولا ام جايبه ولدها بنتها جايبتها تشجلها، خصوصا العنصر النسوي ما هو خالق، ولكن درك الحمد لله على كل حال، ونتمنى ان شاء الله. انا دخلت لهذا المجال ديال كرة القدم النسويه كتحدي مع واحد الشخص، كنا في واحد الاجتماع وقال على المراه ما يلي تلعب، ولكن الحمد لله انا ما كنتحداها بالفريق ديالي، ولكن كنتحداها بالفريق الوطني اللي البنات ما شاء الله راهم وصلوا بلاد بعيد. أستاذة حتروبة، بصفتكم رئيسة النادي البلدي لكرة القدم النسوية، كما قلتوا أنكم كتشرفوا على كرة القدم النسوية هنا بمدينة العيون، يعني واش عندكم شي مطالب بالنسبة لجميع الملكية المغربية لكرة القدم أنها تدعمكم وأنها تساعدكم في هذا المجال بالخصوص؟ صراحة نحن أمس الحاجة الجامعة الوطنية عنها دير التفاتة خاصة للمناطق الجنوبية، وما تنتظر حد من الأعضاء ولا من غيره باش عنه يعدل لنا التفاتة، لأن احنا كنا شاركنا في 2023 ودينا البطولة، وفي آخر المطاف اكتشفنا عن احنا ما يمكننا عن هذوك الماتشات كاملين اللي لعبنا مع الفرق الثانيه عنهم غير مقبولين، لان الفرق ما تمت 8 فرق نسويه، ونحن كنا لاعبين الا 7، يعني نقصينا بدون قانون لحد الان. اللي جعل واحد الفريق كان عندي كبير تشتت، عدم المصداقيه. نحن ما لنا دايرين حد يتكلم عنا يتكلم عنا مثلا من الاعضاء اللي عندنا في الجامعه هون، لانهم اصلا لحد الان مازالت ما تكونت، لحد الان كاين واحد التشتت. نحن نتمناو على من الاقجع شخصيا انه يدير التفات المناطق الجنوبيه خصوصا للفرق النسويه، راهي في امس الحاجه لها. نحن الحمد لله اللي عندنا درك تطورنا وعادوا حاضرين وعادوا عندنا بعد الطفلات البنات اللي قلت انتم، عندنا بعد البنات ولا الفرق النسويه اللي هي ما شاء الله تقد تلعب في بلاد بعيد، وعندنا طفلات لحد الان مشاو للمنتخب الوطني. عندي انا في الفريق النادي البلدي مشاو للفريق الوطني ومشاو لقادير يلعبوا، وهما لو كان لقاو جهد قال لك نحن ما نمشوا عن فريقنا، ولكن نحن الا تمينا بديعه نحن عمرنا ما نوصلوا. المناطق الجنوبيه ما لا توصل، ما لا توصل. نحن نتمناو على القجع هو اللي عدلنا التفاته، نتمناو ان شاء الله ربنا. ككلمه اخيره كتبغي توجهيها للجمهور المغربي والشعب المغربي بصفه عامه؟ صراحه انا كنوجه للجمهور المغربي والاعلان وكل ما يهم المغرب والله تحت السياده الوطنيه. نتمنى ان شاء الله يعودوا ايد وحده. وصراحه ذا اللي وقع في الزلزال اثبت ان احنا مغاربه قحنا، عن ما عندنا انفصال عن شيء ولا عندنا حد يبدلنا عن الثاني ما شاء الله، وعندنا عطينا واحد النبذه حقيقيه للعالم، عطيناها في كره القدم مع الركراكي وعطيناها مع الفريق الوطني وعطيناها في الزلزال عن احنا واحدة الحمد لله، ولا يقد حد يفرقنا ولا يقد حد يشتتنا. وملي رسالة أخيرة كان نقولها نوجه للصديقات ديالي في الاتحاد وخصوصا حنان رحاب على الندوة الأخيرة اللي عدلوا على الأخت المحامية اللي عطات على مدونة الأسرة اللي ناقشت فيها وعطات واحد النبذة حقيقية. نتمناو لهم ان شاء الله التوفيق، ونتمناو لهم مسيره موفقه. والاخ السال اللي هو صديقي واللي دائما اي مشكل عندنا هون في المنطقه الجنوبيه، لا بالنسبه للمؤسسات ولا بالنسبه لاي شيء كما كان نوعه، صراحه كيدافع عليه وسط قبه البرلمان. كنتمناو له التوفيق ونشكره، حتى ورانا جنود وراه في اي وقت رانا حاضرين. شكرا جزيلا أستاذ حتروبة على حسن الاستقبال والضيافة. مرحبا وسهلا. والله متابعين مجموعة الأنماط الصحفية، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاهدة، ونلقاكم إن شاء الله في لقاء آخر. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.